الثامنة ليلا على صفحة مصلحة تونس فوق الجميع. كما وعدناكم اليوم حلقة استثنائية مع السيد والي المنستير، تأجلت حلقة سون ليميت من يوم الجمعة إلى يوم السبت بصفة استثنائية. دونك اليوم باش نحكيو في عديد المواضيع على تهم جهة المنستير. قبل كل شيء نشكر كافة متابعاتنا ومتابعينا على منحنا هذه الثقة. وصلنا فتنا 265 ألف تونسية وتونسي مشترك في صفحتنا مصلحة تونس فوق الجميع. نرحبوا بالسيد أكرم السبري والي المنستير. مرحبا سي أكرم. شكرا، تحية لكم ولكل مشاهديكم، وشكرا على توجيه الدعوة وتهانية بهذا المولود الجديد في ولاية المنستير وعلى الفضاء الافتراضي، الصفحة هذه والتلفزة المباشرة هذه، يعني في ديريكت مبادرة شبابية. نشكر عليها كل الفريق القائم على شأنها، ونعتبرها مولود جديد ينضاف إلى المشهد الإعلامي في تونس وفي ولاية المنستير وفي تونس عموما. ونشكر الفريق الشاب القائم عليها، وندعو عموم الشباب للنسج على المنوال. يعطيك الصحة. نرحبوا كالعادة بصديقنا سي مصطفى بكير، أخصائي في علم الاجتماع، دكتور في علم الاجتماع. مرحبا مصطفى كالعادة. عاشق على السلامة، يعطيك الصحة. مرحبا سيد الوالي، مرحبا بك صديقنا عزيز. هي حلقة جديدة من الحلقات يعني المنورة، إن شاء الله تكون تواصل في التقدم والازدهار، وإن شاء الله كل حسن الحظ لكل الجميع إن شاء الله. سيد الوالي، نبدأ بالملحوظة الأولى أو بالموضوع الأول اللي شد تقريبا عديد متسكيني ولاية المنستير، خاصة وأنه شفنا انتشار الفيروس نتاع حمى غرب النيل في المساكن، معناها كيلكو با ماهوش بعيد، وأماكن قريبة أيضا من ولاية المنستير، فما حالتين تقريبا تأكد إصابتهم بهالفيروس هذا في المستير. فماش إجراءات وقائية في نظركم؟ فماشي دي ميزور دو بريكوسيون تعملوا من طرفكم ومن طرف الفريق الصحي بولاية المنستير؟ دكتور عبد السلام، أنت في الأصل طبيب، كلمة تأكد تعرف اللي لابد أنه يتأكد بتقرير ثابت. أنا اللي نحب نأكد ونحب نسجل التاريخ، خاطر ما نعرفوش ما قد ينجم على ذلك في قدم الأيام، وأنه اللجنة الطبية الوطنية التي تتابع موضوع حمى غرب النيل اللي يشرف عليها السيد وزير الصحة في اجتماعها المنعقد يوم الأمس، يعني يوم الجمعة 5 أكتوبر 2018، إلى غاية الساعة الثانية بعد زوال من مساء يوم الأمس، كل الحالات اللي هي مشتبه في إصابتها بحبة غرب النيل في ولاية المنستير ثبت بصفة قطعية. نأكد ديما على التاريخ، مش بعد قدر الله تصير حالة ما يقولوش راه الوالي قال ما عندنا حد حال. حتىش اليوم الجمعة 5 أكتوبر 2018، الساعة الثانية بعد الزوال، باللجنة الوطنية لمتابعة هذا الفيروس تأكد أنه ما ثم حتى حالة من الحالات المشتبه فيهم في ولاية المنستير هي مصابة بحمى غرب النيل. إذا كان مش تصير حاجة أخرى بعد هذا التاريخ ربما، لكن على الرغم من ذلك فإن الدولة اتخذت مجموعة من الاحتياطات تتمثل أساسا في عملية مداوات المصادر متاع الحمى هذه. المصادر هذه هي مخافر البعوض الإيجابية، تعرف كل مخافر البعوض على إثر كل على إثر تهاطل كل أمطار تولي يعني سورس متاع بعوض، والبعوض هذا هو اللي ناقل لهذا الفيروس. نحن انطلقنا منذ يوم الثلاثاء في حملة موسعة تكثر فيها كل الجهود، مصالح وزارة الشؤون المحلية والبيئة ومصالح وزارة التجهيز ومصالح الديوان الوطني للتطهير. والحقيقة نشكر كل بلديات ولاية المنستير اللي رغم محدودية الإمكانيات المتوفرة عندهم فإنهم ضاعفوا الجهود، وبالشراكة مع مجموعة من منظمات المجتمع المدني هناك حملات في كامل الولاية، أولا للقضاء على المخافر الإيجابية للبعوض، ثانيا على مستنقعات المياه الراكدة المتأتية من الفضلات الصناعية أو من بعض الأعطاب اللي موجودة في شبكة التطهير. ورانا ما ننكروش أن شبكة التطهير في ولاية المنستير شبكة مهترئة، ومن حين لآخر تشهد بعض الأعطاب اللي ينبثق عليها يعني انسياب أو سيلان للمياه المستعملة في بعض الأراضي الفلاحية أو حتى في بعض الأماكن العامة على الطرقات. وعلاوة على ذلك طلبنا من السيد وزير الفلاحة والسيد وزير الشؤون المحلية والبيئة توفير طائرة لرش الأدوية بالطائرة في الأماكن اللي هي تمثل مصادر للبعوض الناقل لهذه الحمى.
خذينا موافقة مبدئيا الطائرة ستقوم برش الأماكن هذه في ولاية مناسير ابتداء من نهار الاثنين، يعني من نهار الاثنين 8 أكتوبر إن شاء الله يتأكد هذا، لأنه تعرف الطائرة يخضع تنقلها من تونس إلى المناسير للأحوال الجوية. إذا كان الأحوال الجوية مناسبة ستكون الطائرة في مطار المناسير مساء يوم الغد، وستنطلق في برنامج محدد لرش السباخ والأودية وكل مستنقعات المياه الراكدة ابتداء من يوم الاثنين على امتداد 3 أيام تقريبا في كامل أنحاء الولاية. هذا إضافة إلى أنه اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث اتخذت مجموعة من الإجراءات على مستوى الوحدات الصحية. نحن الحالات اللي هما محل شك واللي درستهم اللجنة الطبية الوطنية تقريبا 4 حالات وتأكد عدم إصابة أي منهم. أنا أي واحد يجي عنده لسعة بتاع بعوضة مهما كان نوعها نعتبروه مبدئيا وأنه يحمل هذا الفيروس ويقع إخضاعه، يقع عزله أولا عن بقية المرضى ويقع إخضاعه لمجموعة من الفحوصات الطبية الضرورية اللي انطمأنوا به إلى حد يوم الجمعة الثانية بعد الزوال ما عندنا حتى حالة، حتى في الحالات المشتبه فيهم ما عندنا حتى حالة، لكن رانا مواصلين المجهود في التنظيف وفي القضاء على المخافر الإيجابية وفي القضاء على مصادر البعوض من المياه الراكدة في الأودية والسباق. على ذكر الأحوال الجوية سيد الوالي، نحكيه على القرار اللي أخذيه أمبلور إعلامية كبيرة برشا، قرار الأسبوع الفارط، قرار إيقاف الدروس اللي هو يوم الأربعاء 26 سبتمبر بالمؤسسات التربوية، المعاهد والمؤسسات الجامعية، على خلفية تحذير معهد الرصد الجوي من هطول كميات هائلة من الأمطار وقتها تقريبا 60 مليمتر قالوا. كان القرار جريء جدا بالنسبة للولاية المنستير، وخاصة أنه ولاية المنستير الوحيدة تقريبا اللي اتخذت القرار الاستباقي هذا. فما بالطبع فئة من الناس السبيسياليست في التنبير نبرت بالقديه بالقديه على مواقع التواصل الاجتماعي، فما ناس باركت القرار هذا لانه من في اطار الوقايه من الخسائر البشريه الى اخره، خاصه بعد اللي صار في نابل. انت شنو موقفك سيد ولي خاصه بعد اتخاذ القرار هذا؟ طبعا القرار هو نسب للوالي لانه الوالي هو من يتخذ القرار بصفه ترتيبيه، لكن الوالي راه هو لسان حال ويترأس اللجنه الجهويه لمجابهه وتفادي الكوارث والتنظيم الناشئ. ربما القرار كان اكبر من التوقعات. علاش؟ لانه اولا ثم السابقة متاع نابل اللي هي كانت تقريب بعيد 3 أيام التوقعات في ولاية المنستير، السابقة متاع نابل أكدت وأن التوقعات ليست دائما في محل، لأنه معهد الرصد الجوي قبل يومين من كارثة نابل يتوقع هطول أمطار ما تتجاوزش كميتها 20 مليمتر يوميا. يا أخي الأمطار هذه وصلت 297 مليمتر، يعني وهو ما يعني أن التوقعات ليست في محلها، هذه أمور تخضع لمسائل علمية ومسائل تقنية متطورة. نحن جاتنا النشرة الجوية تقول أنه في جهة الساحل يتوقع نزول أمطار بين 60 و80 مليمتر مع هبوب رياح عاتية تجاوز سرعتها 80 كيلومتر في الساعة، مع تهاط الأمطار في شكل زوابع مؤقتة رعدية أو سحب مؤقتة رعدية. كلمة مؤقتة رعدية علميا وتقنيا تعني أنه نزول كمية كبيرة من الأمطار في وقت قصير. ربما ولايات مجاورة، رغم أنه النشرة قالت وأنه مش يجي على ولاية الساحل، ربما ولايات مجاورة ما خذتش نفس القرار، لكن ولاية المنستير اتخذت هذا القرار بناء على 3 معطيات كبرى. المعطى الأول هو أنه علوم تنظيم النجدة وعلوم مجابهة الكوارث في العالم تقول لابد للاستعدادات أن تكون أكبر من التوقعات. نحن للأسف الشديد مازلنا في تونس ناخذ الاستعدادات في مستوى التوقعات أو أقل من التوقعات، ونوليو نحكيو على مجابهة الكارثة بعد حصولها، وهذا أمر غير منطقي ونجم نكون الخسائر فيه البشرية كبيرة. المعطى الثاني اللي اتخذت على أساس ولاية المنستير هالقرار هذا هو ولاية المنستير، وقلت علاش ربما جهات مجاورة ما اتخذتوش رغم أنه التوقعات تشمل جهات الساحل الكل، أن ولاية المنستير هي الولاية الأكثر كثافة سكانية في الجمهورية التونسية والأكثر كثافة عمرانية. تشوفوا معتمديات ولاية المنستير كي تبدأ في قصر هلال تتعدى المكنين ما تعرفش روحك الحدود بين المعتمديات، كي تبدأ في قصيبة ولا تبدأ في صيادة باش تتعدى لقصر هلال ما تعرفش روحك وين وفات المعتمدية الأولى وين تبدأ المعتمدية اللي بعد. كيف الساحلين والوردانين تقريبا البناءات الحضارية مسترسلة. الكثافة السكانية والكثافة العمرانية هذه ينجم عنها بالضرورة
عدم سيولة في حالة طهات الكميات كبيرة من الأمطار، عدم سيولة في حركة المرور، عدم سيولة في مستوى عمليات الأنقاض، لا قدر الله ثم طلبات نجدة، لأنه الكثافة العمرانية والكثافة السكانية هذا إذا كان لا قدر الله ثم طهات الأمطار غزيرة في مدينة جمال، وشفتوا شنو صار في مدينة جمال سنة 2016 وقت اللي مش نبعثوا نحن آليات من مدينة المنستير لمدينة جمال، عندنا يعني حسابات تقنيه وعلميه يعرفوها الخيام في الامن وحسبناها بالبدا. اذا كان تكون عندنا حركيه في مستوى المدارس الابتدائيه والمدارس الاعداديه والمعاهد الثانويه والجامعات، يكون ثم يوم دراسه عادي، يتضاعف وقت التدخل تقريب مرتين، وهو ما يعني انه اذا كان نبداو في يوم دراسه عادي الاليه اللي توصل من المنستير الجمال في ساعه توصل من المنستير الجمال في 20 دقيقة إذا كان ما يبداش ثم حركية في مستوى التعليم والتربية والتعليم العام. وتعرفوا الوقت والزمن بتاع الأنقاذ عنده قيمة، يعني من 20 دقيقة إلى 60 دقيقة الوقت هذا نجم يسوأ أرواح بشرية. نحن توقيا لذلك ونزولا عند التوقعات اللي كانت كبيرة، 60 مليمتر في ولاية المنستير تعمل اختناق مروري، تعمل بمقتضى الاختناق الحضاري اللي موجود تنجم تعمل مستوى مياه مرتفع وفيضان للأودية وفيضان لبلوعات تصريف مياه الأمطار وفيضان لبلوعات تصريف المياه المستعملة، و60 مليمتر هي بيدها ربما في ولاية القصرين أو في ولاية القيروان تكون ثم انسيابية كبيرة نظرا لضعف الكثافة السكانية ولضعف الكثافة الحضارية. دونك هذه السبب الثاني اللي على أساسه اتخذنا القرار. ايضا ثم مشكل اساسي يتعلق خاصه بالبنيه التحتيه للمؤسسات التربويه. البنيه التحتيه للمؤسسات التربويه في ولايه المنستير هي الاقدم في الجمهوريه، وهي ما نخبيوش الكلام هذايا تعاني من اهتراء وتقادم يخلي الخطر نتاع ربما تداعيها للسقوط او ربما حصول حوادث في حاله نزول امطار او في حاله هبوب رياح عاتيه ارفع من جهات اخرى باعتبار التقادم بتاع البنية التحتية. هناك برنامج للدولة، عندنا برنامج إن شاء الله نحضروا فيه باش يشمل كل المؤسسات التربوية للمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية وحتى الكليات، رغم أن الكليات البنية التحتية بتاعها أفضل من ربما المؤسسات التربوية الابتدائية والإعدادية والثانوية، لكن رغم ذلك مادام عندنا أقدم بنية تحتية في الجمهورية لابد أن نتخذ هذا الاحتياط. ثم علاوة على ذلك التجربة، تعرف وأنا كنت في ولاية أخرى ولاية حدودية واللي هي عندها عرضة لعديد من الكوارث الطبيعية معروفة، ولاية جندوبة اللي كنت على رأسها لمدة أكثر من سنة، التجربة شنو أثبتت؟ أثبتت أنهم خاصة الأطفال واللي يدرسوا في المعاهد والقصة بصفة عامة روح المجازفة عندهم وروح الخطر عندهم وروح تقدير الخطر أقل بكثير من روح المجازفة وتقدير الخطر عند الرشد وعند الكبار. وهو ما يعني أنه الأطفال الصغار وقت يبدأ ثم لأول مرة مش يشوفوا وين فايض وإلا يشوفوا مكان فيه انسياب المياه الأمطار ينجم يشق الطريق وينجم يتعدى الواد بدون تقدير لدرجة الخطر. كنا على الأقل حفاظا على الأرواح والممتلكات وحفاظا على البنية التحتية بتاعنا وحفاظا على أبنائنا وبناتنا التلاميذ والطلبة اتخذنا هذا القرار، هو قرار احتياطي ما فيه حتى ضرر في حالة عدم حصول طوميو كما حصلتش الكارثة طوميو. وكذلك ربما ثم ناس قالوا يوم دراسة هو تكاليف للمجموعة الوطنية وكذا، أيضا جاوبوهم الناس هذوما وقولوا أنه تكاليف يوم دراسة على المجموعة الوطنية هو أقل بكثير من تكاليف روح بشرية واحدة لا قدر الله في حالة حصول الكارثة. واعتقدوا أن القرار كان في محله. الناس اللي انتقدوا هذا القرار عندهم الحق، هذه مبرراتنا، كل عمل بشري قابل للخطأ والصواب، لكن نعتقد أن هذا القرار كان في طريقه وكان قرار صائبا خاصة وأنه قرار جماعي. وعلى كل حال أدخل الفرحة والبهجة على كل أبناء والطلبة وعددهم مهوش قليل، ونحن نحترم كل الآراء حتى الآراء التي تنقد قرارات. باهي، هو كي نوضحوا للي فهموا هذوما خاصة للناس اللي انتقدت بصفة تهكمية، مش حتى انتقاد معناها بناء اللي تكلمت وقالت هاو يستناو في الإعصار باش يجي، ولينا حتى الإعصار مستفن فد الكوبي، معناها شفنا حتى شعارات سيد ويلي في مواقع التواصل الاجتماعي مكتوبة يا إعصار يا جبان شعب تونس لا يهان،
من هذه خرجت بشكل كبير. على كل حال الناس اللي انتقدوا بصفة تهكمية، لا قدر الله لو كان صارت كارثة ولم يتخذ هذا القرار، كان انتقادهم سيكون بصفة تعسفية، سيتجاوزون التهكم وربما تصبح تحميل مسؤوليات للإدارة وللدولة إلى غير ذلك، وهذا حقهم. ونحن تونس الفضاء المفتوح من الحرية والآراء، حقهم أنهم يعطيوا آراءهم. أيضا ربما علميا، أنا ما نعرفش في المسألة العلمية باعتبار أنه مش اختصاصي، لكن علميا الأمطار تعرفوا اللي قوة الرياح، ونشوف أنتم لاحظتوا جميعا وأن اتكسفت سحب كثيفة على ولاية المنستير مساء ذاك اليوم بالذات، وربما يقول الخبراء في الرصد الجوي وأن قوة الرياح أبعدت تلك السحب. وتعرفوا في جهة الجنوب الشرقي ابتداء من سقس إلى جابس كانت هناك أمطار غزيرة تجاوزت حتى 80 و90 مليمتر. تلك الأمطار اللي كانت تصب في المنستير ربما بفعل الرياح، هذه إحدى الفرضيات المطروحة تحتمل الصواب والخطأ. باهي مصطفى، ثم موضوع كان فيه بكري اللي هو الاختناق المروري بمدينة المنستير وبولاية المنستير ككل. شوف عم سلام، يعني السيد الوالي اختصر المسافة لما حكى على الكارثة اللي قدر الله اللي كانت تكون في المنستير، والمسافة تفصل ما بين المستير والجمال، ولكن نحن هنا في نحكي على مدينة المنستير بالأخص عن اختناق مروري كبير جدا. اولا الطرقات ليست كما يجب، وهذا حاجه طبيعيه موضوعيه جدا، لان الطرقات قديمه والمستوى على وزاره التجهيز، يعني فما نجاحات، لكن نجاحات نسبيه جدا نظرا للتكاليف العديده وتكاليف على الوزارات وعلى الاشخاص وعلى الولايات وعلى البلديات بصفه عامه. ولكن الاختناق المروري منذ الساعه 7 صباحا، كان تلاحظوها السيد الوالي، يعني نقلكم من مقر سكنكم الى مقر الولايه، يفوت ساعات للمواطن العادي بالسياره خاصه اكثر من 25 دقيقه ما بين النافوره حتى كان يعني المقر نتاع لجنه التنسيق القديم، ومن جهه اخرى يعني المستشفى العمومي حتى احنا باش نخرجوا للطريق القروان. لهنا فما المجتمع المدني قدم اقتراحات عديدة، فما اقتراحات موضوعية نجم نقولها موضوعية، فما اقتراحات يعني تكون في سبيل مجرد إعطاء الاقتراحات، لكن من الاقتراحات الموضوعية اللي شخصيا نتبناها ونسلك سيد الوالي لو أنت يعني نجم تكون موافقني ولا بطبيعة الحال، من المقترحات بالنسبه للنافوره حتيك لجنه التنسيق القديمه يولي انسونس اونيك، يعني الناس كل كي تنزل بالسياره نتاعها من النافوره حتيك لجنه التنسيق، ويكون الصعود من الشيره الثانيه من يعني من المستشفى الجامعي حتيك طريق القروان. بالمسافه هذه يعني نعم نجم احنا نختصروا ال 25 دقيقه ل 10 دقائق ولا 12 دقيقه. هذا المقترح الاول. المقترح الثاني في نعرفوا كنا اللي الممر من النافوره حتى لجنه التنسيق فيه عديد المحلات العموميه والمحلات الخاصه. عندنا لا دوبل فوا، يعني زوج سيارات يتعدى مع بعضهم، ولكن فما برشا سيارات قاعده راكنه من يعني من الليل يقضوا حتى منتصف النهار بدون ذكر الاسماء بدون اشهار، خاصه الفضاءات العموميه والفضاءات الخاصه ايضا، ولكن بعض المواطنين يتعمدوا يعني يتركوا السيارات نتاعهم في الفضاء المخصص اللي هو مخصص للسيارات الكل، تصير فوضى، ولولا يعني فتنة ويقظة الأمن اللي في عديد المرات يعني لاحظوها بالسيارة، في عدد المرات الأمني يخرج من مكان المخصص اللي هو الرومبوا ويدخل حتيك لوسط السيارات يتجاوز 10 و 12 سيارة باش يدفع النقل مرة واثنين وثلاثة وأربعة. نفس الممر يعني اللي جايين من خنيس ماشيين لوسط المدينة والعكس يلقاو في نفس الإشكالية. لهنا السيد الوالي حسب رأيكم، هل تطبيق القانون لو سونس اونيك يعني كل السيارات تعبر وتمشي من الشارع الأخرى السبيطار عن طريق القروان ممكن حاليا أم لا؟ هو بالنسبة لمسألة اختناق المروري هذه حقيقة، باعتبار أنه مدينة المنستير هي منطقة عبور لكل القادمين من تونس ونابل وشمال الغربي وسوسة ومتجهين نحو كل معتمديات ولاية المنستير، يعني اللي ماشي لقصيبة وماشي الصيادة وماشي اللمطة وبوحجر وماشي البلوط ملبة وقصار هلال والبقالة بالضرورة يمر عبر مدينة المنستير.
نحن تعرفوا المشروع العملاق هو مشروع منعرج الطريق الجهوية رقم 92، طريق جهوية نعرف للمواطنين ما يسميوش الطرقات بأرقامها، ما نقولهم اللي هو المنعرج اللي ينطلق من رومبوان بتاع القروان في اتجاه قصيبة. هذا مشروع متكلف ب 40 مليون دينار على امتداد تقريبا 18 كيلومتر، ومازال مش يتواصل المشروع هذا. المشروع هذا تفتح الجزء الاولاني منه، لكن الجزء الاولاني لا يفي بالحاجه، مازال فيه تقريبا 15% باش يولي يخرج مباشره في قصيبه، وهذا تقريبا توقعاتنا باش يخفض المرور على مدينه المنستير بنسبه 35% تقريبا. ايضا نحن قاعدين نفكروا في طريق اخرى منعرج يخرج من الربوة اللي فيه قاعة محمد مزالي من الأرض الفلاحية هذيك، يمشي حتىش للطريق في اتجاه طريق القروان، وممكن يصل يشربط حتى مع الطريق السيارة. هذا أيضا مش يولي يخفف المرور عبر مدينة المنستير. والحقيقة ثم مجموعة أخرى من المشاريع اللي هي الآن رهن الدرس، ثم مشاريع إمكانياتها المادية جاهزة. الآن مشروع الطريق المحلية 857 اللي هو ما يسمى بالطريق الساحلية اللي يربط من صيادة حتىش للبقالتة، وذاك تعرفوا عامل ضغط كبير على الطريق الجهوية رقم 82، يعني الطريق اللي نعرفوها نحن تمشي من المستير حتى بقالته. هذا 12 مليون دينار، وسينطلق ان شاء الله في القريب، سيقع الاعلان عليه بصفه رسميه في قادم الايام في المراحل الاخيره بتاع توفير الاعتمادات. بالنسبه لداخل مدينه المنستير، رغم هالمنعرجات هذه ورغم التخفيض نتاع حركه المرور، تعرفوا مدينه المنستير هي قطب صناعي وقطب تنموي وقطب اقتصادي وايضا قطب جامعي، يخلي الحركية فيها عالية. بالنسبة للمقترح متاع الطريق ذات الاتجاه الواحد، هذا نحن تعرفوا نترأسوا اللجنة الجهوية للسلامة المرورية، ما نجمش اتخاذ القرار بمفردنا، اللي فيه الأمن وفيه الحرس وفيه البلدية وفيه كل مكونات العملية المرورية، نجموا نعرضوه إذا كان وفقت عليه اللجنة السلامة المرورية، نجموا نتخذوه القرار لا غبار عليه. لكن أنا نشاطلك الرأي في الوقوف الغير قانوني والوقوف طويل المدى على مستوى الطريق هذاك اللي حكيت عليها، الامن نتخذوا نعطيه تعليمات، والحقيقه مصالح اداره المرور باقليم الامن الوطني المنستير قاعده تقوم بمجهود كبير. لكن تعرفوا انه الوقوف المحجر هي مخالفه بسيطه، يعني الوقوف في مكان غير مرخص فيه هي مخالفه بسيطه. المخالفه وقتاش يولي عندها قيمه كبيره؟ لو كان يكون هناك حجز ترفع السيارة وإلا تستعمل الكبلات إلى غير ذلك. اليوم عندنا بلدية جديدة، السيد رئيس البلدية نشكره معبر على درجة عالية من التعاون مع مختلف المصالح الأمنية. إن شاء الله ثم قريبا جلسة مع البلدية لتدارس إمكانية البلدية، لأنه مسألة الحجز لازم مستودع حجز بلدي، ومستودع الحجز البلدي تعرفوا فيه بعض الإشكاليات، أو استعمال الكبلات يلزم نشريوهم ويلزم أعوان إلى غير ذلك. لكن الوقوف هذا محجر، إن شاء الله سيد رئيس البلدية والمجلس البلدي الجديد حاطوا في أولى أولوياته، وإن شاء الله مش تتخذ قرارات حاسمة في هذا الاتجاه. سيد الوالي يعني سمح لي يعني ملاحظة أخرى في وسط المدينة، خاصة المدينة العتيقة، بالنسبة للسياح لاحظوهم يحبوا يتنزهوا في وسط المدينة العتيقة كلها، يعني احنا نعطي نفسروا شنو المنطقة من المنطقة يعني من الباب الغربي حوم طرابلسية، يحب يمشي على ساقين، خاصة الرمبوان البحث يعني الشريك بتاع البنك البيات، ويمشي حتيكا الجامعة بورقيبة. لهنا لاحظوا يعني السيارات بالرغم من وجود كل الإشارات اللي تفرض عليهم من 6 متاع الصباح حتى 9 متاع الصباح يفرغوا الحمولة نتاعهم ويتعداو، ولكن أغلب السيارات تركن غادي، يعني حاجة الأولى الكاميونات الشاحنات الصغيرة وشاحنات المتوسطة والكبيرة، السيارات يعني السياحية أيضا اللي ما يلقاش بلاصة يركن، عندك من البيئات حتيك الدروج لأنها تو أحلى المرشي كل السيارات على الشيرتين، هذيك من المفروض تكون منطقة للمترجلين فقط، يعني المواطن العادي ولا السائح العادي ماذا به يتفرج على المغازات، ماذا به يتفرج في عقله، ما يكونش مزاحم من طرف السيارات. اطرحنا المسألة هذه على السيد رئيس البلدية، مشكور يعني تجاوب إيجابيا مع المقترحات نتاع المجتمع المدني، ولكن نحب نشوفوا احنا السيد الوالي هل ممكن احنا نستغل الفرصة اللي مدينة المنستير هي مدينة أثرية، مدينة المنستير هي من أجمل المدن وأنظفها، علاش احنا ما نرجعوش البريق نتاعها على الأقل في المستوى المحلي اللي نشرطوا على السيارات عدم الولوج بعد الساعة 9 صباحا.
هو شوف باش نبداو الحين لو توا نحن في منظومه جديده للحكم المحلي وتحت لواء تطبيق مجله الجماعات المحليه، المجله ذي اللي تسند صلاحيات واسعه للمجالس البلديه في اتخاذ القرار وفي تنظيم المرور وفي تنظيم الوقوف وفي تنظيم ايضا الانتصاب داخل الاماكن الحضريه. كان لاحظت بكري وقت اللي نحكي لك على برامجنا والقرارات اللي نتخذوها هي في الطرقات الجهويه والمحليه، الطرقات المراقمه اللي هي تخضع لسلطتنا وتخضع للسلطه المركزيه للدوله اللي نمثلها نحن في الولايه. يعني بالنسبه الى مكان كيف مكان المدينه العتيقه، كل القرارات التي تصدر عن البلديه تحاسب الوالي على تنفيذها. يعني البلدية تصدر القرار ثم القوة العامة والتنفيذ والأمن، تعرفوا اللي الأمن والقوة هو في يد الوالي. إذا كان القرار ما تنفذش ثم إشكال من الوالي وثم مش إشكال من السلطة التنفيذية، لكن نحن ما نجموش الآن بعد صدور هذا القانون وبعد انتخاب مجالس بلدية حرة وديمقراطية وشفافة أن نتخذ قرارات داخل المنطقة الحضرية. القرارات تتخذ البلدية بإذن الله بالإمكانيات ثم وحدات أمنية جاهزة لتنفيذه بطريقة حازمة، لكن طرقات المراقبة طريق جهوية أو طريق محلية أو طريق كبير كيف حكيت عليه هذاك يبقى خاضع لسلطة الدولة المركزية مصالح وزارة التجهيز ونحن كمصالح أمنية نسهر على تنفيذه. يعني إذا البلدية ترى باش تاخذ قرار تصدره كمجلس بلدي نحن نتعهد بتنفيذه في ظرف أسبوع، معناها يكون نظيف، معناها المكان هذاك ما عادش تدخلوا حتى سيارة، وعندنا الطرق القانونية اللي نلزموا بها أصحاب هذه السيارات على عدم الركون، لكن هذاك لا يخضع في قراره لا يخضع لسلطة وزارة التجهيز أو لسلطة الدولة المركزية. نقطة مهمة سيد ولي، نحكيو على اختناق الحركة المرورية في المنستير، راهو يمكن أهم سبب في الاختناق هذا وتزايد وتفاقمه يوم بعد يوم هو كونه لي ليسي ولي كوليج كونسونتريل كلهم في سونتر فيل نتاع مستير. معناها نلاحظوا حتى في الاوقات اللي تختنق فيها الحركه المروريه ما بين 11 ونص ونص نهار ونص تقريبا من رومبوان نافوره حتى للرومبوان لجنه التنسيق القديم، اللي تقعد بنص ساعه تستنى في السياره نتاعك، معظمهم اولياء يروحوا بابنائهم الليسيات. دونك هنا نجموا نخموا حتى اوترومو، معناها بخلاف الطريق ذاك الاتجاه الواحد، نجموا نخموا في مشروع تم تقديمه قبل من طرف النيابه الخصوصيه القديمه وافقت عليه وزاره التربيه على انشاء معهد ومدرسه اعداديه قرب الى جانب سبيطار الولدان، مستشفى الولدان بحي العمران. هكاك نجموا نكونوا ناخذوا التلامذه الى في حي العمران، الى في حي سيدي نصر، الى في حي سقانس، ولا في الاحياء القريبه الكل، وبذلك نخفف من اختناق الحركه المروريه. والملف هذا في بالي ما نعرفش لتو واقف نتاع الزوز ديسيات بالرغم انه الميزانيه ترصدت منذ سنوات. هو النيابه الخصوصيه اقترحت انه تبني المعهد هذاك، توفر المكان الارض اللي هي بتاع البلديه في وين مستشفى طب الولدان، وفي مقابل وانه المعهد هذاك اللي هو المعهد الكبير علي بورقيبه يخرج من المكان هذاك وتمكن الارض هذيك من البلديه لاستغلالها في فضاءات اخرى. معهد علي بورقيبه يعرفوا اهالي مدينه المنستير نبساتريه البيور يعرفوا انه هذيك ارض ورثها الزعيم لحبيب بورقيبه، والحاجه الوحيده اللي ورثها على والده هي بعض اشجار الزيتون كانت في خمسينات القرن الماضي ورثه من عند والد الزعيم لحبيب بورقيبه، والحاجه الوحيده اللي ورثها الارض هذيك تبرع بها لوزاره التربيه وتعمل بها المعهد هذاك. وزاره التربيه واطارات وزاره التربيه يقولوا راه هناك رمزيه تاريخيه لذاك المعهد، واسناده للبلديه فيه ربما تنازل على جزء من تاريخ تونس، يعني حتى الوثيقه اللي تبرع بها الزعيم لحبيب بورقيبه ما زالت موجوده في وزاره التربيه. ثم مساله معنويه وثم مساله اعتباريه اثر على عدم التفريط في المعهد هذاك في مقابل يعني بناء معهد اخر. طبعا المجلس البلدي هذا ينجم يعاود ينظر، لانه نحن الحقيقه هذوما كنا نعتبرها من القرارات الاستراتيجيه اللي من غير الممكن وان نيابه خصوصيه مكلفه بتسيير الاعمال تتخذه، سيعرض هذا الملف على النيابه الخصوصيه الحاليه وسيدرس ربما حتى بصفه جزئيه تخفيف الضغط عليه، لانه يعني تعرفوا اليوم الهرم السكاني قاعد ينقلب وعدد التلامذة قاعد ينقص الفتره القادمه. يعني حتى توجه وزارة التربية تشوفوا تقريبا منذ 3 سنوات ما عادش ثم بناءات جديدة، لأنه على الأقل العشرية القادمة ثم نقص في عدد التلاميذ، ربما يقع التفكير في مستقبلا الموضوع هذا بالتنسيق مع وزارة التربية.
باهي سيد والي، فما ملف حكينا فيه وكنت عدنا من أول توليك رأس ولاية المنستير، هو مسب الفضلات إلى خلف مطار الحبيب بورقيبة. قلت لنا في ظرف يمكن سنة أو سنة ونصف باش تتحل الإشكالية هذه. لتو الناس ما زالت تتكلم على الملف هذا، المسب هذا وين وصل حكايته؟ هل تسويت الوضعية أم لا؟ هو الوضعية القانونية والعقارية تم تسويتها مع صاحب المسب الجديد اللي هو موجود في منزل حرب، واللي هو أيضا مسب باش يكون مسب ظرفي، لأنه الإشكال لا يحل نهائيا إلا بمسب مراقب اللي باش يكون ما بين ولايتي المنستير والمهدية على مستوى مدينة منزل حياة أو مدينة زرابتين في الحدود بين ولاية المنستير، باش يكون جزء منه في تراب ولاية المنستير وجزء آخر في تراب ولاية المهدية. هالمشروع هذا تقدم أشواط كبيرة، لكن المشروع هذا يحضر بعد سنتين في انتظار حضور في انتظار أنه يصبح جاهز مشروع المصب المراقب المشترك بين ولايتي المنستير والمهدية. نحن وجهزنا الآن، تم حل المشكل العقاري مع صاحب الأرض اللي مش تكون مصب في مدينة منزل حرب، والآن في المراحل الأخيرة تعرفوا عملية تهيئة المصب هي عملية فنية، الآن وكالة التصرف والكفايات في المراحل الأخيرة في المراحل الأخيرة لتهيئة هذا المصب. وتشوفوا حتى هذه السنة كانت الروائح المنبعثة من مصب الجزح أقل بكثير من السنوات السابقة، لأنه تقريبا شرعنا في عملية ردم هذا المصب بصفة نهائية وتحديد الأماكن اللي فيه. هنالك عديد التفاعلات من متابعي صفحة ومتسكيني المنستير. الهدف من حضورنا هو حضورنا في هذا الفضاء ولن تشجيع للبادرة الشبابية بتاع كل هذا الفريق، لأنه يعني تعرفوا نحن يطلبون العديد من وسائل الإعلام، وتعرفوا اللي ما عندناش معناها حضور مكثف في وسائل الإعلام، لكن نحن قبلنا دعوتكم أولاً لتشجيع هذه البادرة لأنها بادرة شبابية تستحق كل التشجيع، لكن أيضاً لنعرفوا القيمة بتاع الصفحة هذه على مواقع التواصل الاجتماعي، نحن جاهزين للجواب على كل الناس. تنقلوا إن شاء الله تعليقاتهم. نكملوا سيد الوالي في ملف محطة النقل البري اللي وضع حجر الأساس فيها منذ سنتين تقريبا، ووضعه السيد رئيس الجمهورية شخصيا وسيد وزير النقل آنذاك ابن مدينة المنستير أيضا، ووعد بإنشاء هذه المحطة في أقرب الأجال. إلى حد الآن ما فما حد شيء، حتى الحجر الأساس والرخامة التي وضعت يقال أنها سرقت من هناك. ليه من باب التندر الحقيقة، هو بالنسبة للمحطة هي أحد حلول الكثافة المرورية داخل مدينة المنستير، يعني التفكير في محطة متعددة الوسائط للنقل هو التفكير في حلول اللي هي الكثافة المرورية. شنو صار في المشروع هذا؟ المشروع هذا وقع وضع حجر الأساس فعلا منذ سنة 2017، لكن تعرفوا المكان اللي موجود فيه المقترح لإنشاء هذه المحطة هو على ضفاف السبخ على ضفاف السبخة، وهو ما يجعل الأرضية المقترحة أرضية عندها صبغة مائية. الصبغة المائية هذه ما هيش كيف الأراضي العادية اللي مباشرة نعملوا إتيود دو سول وننطلقوا في البناء، يلزم ثم إتيود ثم يعني دراسة مسبقة تسمى دراسة مائية جيولوجية، يعني الأماكن اللي فيها سباخ عندها معناها خصوصية أكثر، وعملية ردمها أو عملية الحفر فيها بتاع الأسس هي عملية فنية معقدة على خلاف الأراضي اللي ما هيش على ضفاف السباخ أو تستدعي الدراسة المائية. الدراسة المائية انطلقت واكتملت وأفضت إلى نتائج معينة في المقترحات. الآن نحن في الدراسة الفنية التفصيلية بتاع المحط، يعني الدراسة الفنية اقترحت مقترحات ربما اعتمادات كبيرة لردم تلك المنطقة أو لردم جزء من السبخة، قاعدين في نقاش أن هي التكاليف اللي تطلع أكثر بعد ما نعملوا الدراسة الفنية. لو كان نعملوها في مكان آخر، لو كان نقترحوا مكان آخر، نحبوا نقارنوا بين تكاليف ردم والتكاليف بتاع الاعتمادات المستوجبة فنيا باش تولي المكان هذاك ملائم لبناء المحطة. إذا كان نلقاو التكاليف باستعمال الردم وباستعمال مقترحات الدراسة المائية يكون أقل من بناء المحطة في مكان آخر، سيقع الانطلاق وإعلان طلب العروض إن شاء الله في نعتقد في نهاية أو في السداسي الثاني من سنة 2019. يعني في نهاية لكن مش تطلع التكاليف أكثر، يعني تكاليف
اللي اقترحتها الدراسة المائية باش تولي المكان هذاك يولي ملائم لبناء محطة متعددة الوسائط. تعرفوا هذا مال عام ولا بد من التفكير في مكان آخر، لكن باش يكون مكان ربما في نفس المواصفات يساهم في تخفيض الحركية المرورية. باهي سيد الوالي، مقاومة الجريمة المنظمة والظواهر الأخلاقية خاصة نشوف فيها تقريبا تفاقمت بشكل كبير جدا في تونس بعد 2010 وبعد 2011 بلوتو، وخاصة في السنوات الأخيرة والسنة هذه بالذات كل يوم نسمع بعمليات اغتصاب، بعمليات سطو، وعمليات براكاج كثروا بشكل معناها صارخ. هل هنالك معناها برنامج للحد من هذه الظواهر الشير ريجيونال هنا على مستوى جهوي بالمنستير؟ سامحني يا دكتور عبد السلام، تعرف اللي كلمة الجريمة المنظمة هي كلمة فنية، وتعرف اللي شخصيا ندرس في الجامعة في هذه المادة. هذاك علاش سألتك السؤال هذا بالذات. كلمة جريمة منظمة راهي تعني الجرائم اللي تعرفوها بتاع تبييض الأموال وتجارة المخدرات، الجريمة العابرة للقارات إلى غير ذلك. وأعتقد أن ولاية المنستير بمنأى عن هذا. تقصد جرائم الحق العام، جرائم الحق العام الموجودة اللي هي تحويل الوجهة والسرقة المجردة والسرقة الموصوفة والعنف. هذه جرائم موجودة في الأماكن الكل. ربما ثم ما ننكروش وأنه من حين لآخر تعرف كل ما ثم كثافة سكانية، كل ما ثم كثافة حضارية، كل ما أرقام الجريمة ترتفع. لكن هذا ما يمنعش وأنه أرقام النشاط اللي عنا بتاع وحداتنا الأمنية أيضا مرتفع في عدد، في إلقاء القبض على عدد المفتش عنهم سنويا، لأنه ثم ديزنديس قديش عنا من مفتش عنه وقديش وقفنا من واحد. الأرقام هذه تقريبا ولاية المنستير تتصدر أرقام الولايات في الجمهورية. أيضا شفتوا السرعة في الإنجاز. أخيرا تعرفوا اللي ثم أحد الموقوفين اللي فر من محكمة المنستير، وهذا مجرم ليس عادي، مجرم خطير. هو ما نجموش نقولوا مجرم، هو مشتبه فيه في جريمة خطيرة. ورغم ذلك تقريبا في ظرف أسبوع وقع القبض عليه. وهذا ما يصيرش في الولايات الكل، وما يصيرش حتى في الدول الكل. إذا كان يكون مجرم يهرب إلا بيكون يحسن التخفي إلى غير ذلك، وقد أحسن التخفي المشتبه فيه هذا وقع القبض عليه، وذي راجع للحنكة العالية لوحداتنا الأمنية. أيضا تعرفوا في ولاية المنستير، في ولاية المنستير على امتداد الموسم السياحي برمته لم نسجل إلا حالة واحدة متاع سائحة متضررة، معناها السياح اللي تقدموا بشكاوي تضروا من تحويل وجهة أو من عملية سرقة عملية خطف، سائحة واحدة من معناها على امتداد الموسم السياحي برمتي. والسائحة هذه طلع وقع سرقة حفيظة نقودها من أمام موقع الرباط، وقع إرجاع حفيظة النقود وإلقاء القبض عن المتهم في ظرف نص ساعة. ما شاء الله عليه. وهذا دليل على أن ثم خطة أمنية متكاملة تشرف عليها وحدتنا الأمنية تحت إشرافنا طبعاً، وهناك يعني استعداد وجاهزية عالية لوحدتنا الأمنية. أيضا تعرفوا اللي ثم محطات كبيرة اللي ربما ما يسمحش الوقت في الحديث عليها. نحن يومين قاعدين نلقيو في القبض على منظمين الهجرة السرية، يعني ما أول أمس مثلا في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين يومي الخميس والجمعة وقع القبض على مجموعة من المهاجرين السريين انطلقوا من ميناء المنستير، وقع القبض عليهم تقريبا بعد نصف ساعة من الإبحار. وهذا دليل زاد على حنكة وحدتنا الأمنية وإلقاء القبض على منظم هالجرائم الهجرة السرية. طبعا تبقى مسألة الاعتداءات على التلاميذ وعلى الطلبة في الفضاء الجامعي وفي الفضاء التربوي وغيره، هما المنحرفين يتوجهوا للأماكن هذه نظرا وأنهم التلاميذ والطلبة ربما فئات مستهدفة وفئات أضعف في التعامل معها من المواطنين العاديين. نحن عاملين خطة بالتوازي مع السنة الدراسية لتكثيف الحملات الأمنية على مستوى المؤسسات التربوية والجامعية، وإن شاء الله معناها يكون المجهود في مستوى انتظارات المواطنين إن شاء الله. نحكيه شوية على السياحة سيد الوالي، كنا نحكيه على نجاح نسبيا نجاح موسم سياحي للفارت مقارنة بسنوات اللي قبله. نحكيه على جزيرة قوريا بالتحديد،
لأنه نشوفوا عدد الرحلات المنظمة لجزيرة كوريا وعدد السياح اللي يزور جزيرة كوريا تحديدا جزيرة كوريا عدد كبير برشا. عندكمش رؤية جديدة مثلا للاستثمار تدعيما للسياحة، خاصة وأنه جزيرة كوريا عندها تقريبا كل المقومات باش تكون قطب سياحي هام بتونس مش بالمنستير فقط؟ جزيرة كوريا هي أحد المواقع العالمية وعالميتها وإشعاعها الدولي مرده المجهود اللي قامت به الدولة فعلا، لكن المجهود أيضا اللي قام به المجتمع المدني ممثل في جمعية أزرقنا الكبير إلا مؤسسها حاضر بحلينة حبيبي يا أحمد، اللي الحقيقة مجهود استثنائي خلى هذه الجزيرة قبلة لكل سياح العالم وقبلة لكل الباحثين في علوم البيئة وفي علوم البحار. لكن هالقيمة العالمية بتاع الجزيرة هذه هي في المحافظة على تكاملها البيئي، ثم تكامل بيئي وثم يعني حصانة بيئية بحرص من الجمعية وبتعاون وتجاوب بين الدولة، ثم عملية شراكة بين الدولة والجمعية اللي مخلي الجزيرة هذه قبلة لكل السياح في العالم. برمجة مشاريع سياحية باش نزيد ونحسن المنتوج السياحي اللي فيه موجود، لكن ديما بحذر كبير لأنه نحن غدوة لو كان جي الدولة تقول نحن مش نفتحوا جزيرة كوريا باش تكون جزيرة سياحية، غدوة يوليوا فيها 50 نزل واللي معناها كل المراكب تجاهها وربما يولي فيها حتى مهبط طائرة صغير إلى غير ذلك. لكن هذا مش هدف، لأنه هدف أن يكون فيها 50 نزل وحدة سياحية وعلم ليلية وغيره، هذا مش هدفنا، لأنه هذا مش يمس من إشعاعها الدولي ومش يمس من تكاملها البيئي. لابد لأي مشروع يقع التفكير فيه لتدعيم إشعاعها السياحي وإشعاعها الدولي أن يحترم أولا وبالأساس خصوصيتها البيئية، لأنه هي قوتها وإشعاعها العالمي في خصوصيتها البيئية. قاعدين ثم هناك دراسات قاعدة تتطرح، وتعرفوا نحن معناها كل ما الجمعية تلفت لنا النظر لمحاولة على الاعتداء على إحدى المكونات البيئية لهذه الجمعية إلا وندخله بأقصى درجات السرعة وبالصرامة الضرورية. يعني رأي المحاولات بتاع الاعتداء على المكونات البيئية لهذه الجزيرة معاولات عديدة ومتعددة. نحن أحيانا نتخذ قرار حتى بتحديد عدد الوافدين عليها يوميا أو عدد المراكب اللي توجه لها يوميا، رغم أن المنتوج السياحي مهم جدا. يعني وإذا كان ما نحرصوش على المكونات البيئية بتاعها دي ربما تفقد كل مميزاتها. نحن نفكر في مشروع بيئي يحترم الخصوصية البيئية لهذه الجزيرة، وإن شاء الله هناك قرارات ستعلن في القريب العاجل في خصوص هذه الجزيرة إن شاء الله. جزيرة الغدام سيد والي، برشا ناس تكلمت، برشا ناس حكيت على تقريبا نية لبعض رجال الأعمال ولبعض بين قوسين الفاسدين من رجال الأعمال يحكيوا عليهم المواطنين، هنالك نية للاستيلاء على هذه الجزيرة واستثمارها في مشروع سياحي جديد ربما أو دي ريستوران ما نعرفش شنو هي الفورمول. الكلام هذا ماهوش موجود منه نتصور رسميا، أم في نفيا قطعيا أي نية في استغلال أو الاستغناء عن جزيرة الغدام؟ هذه ما كان عنده قيمة اعتبارية وعنده قيمة حتى روحية عند أهالي مدينة المنستير، وراو حتى كان ثم نية ورغبات من بعض الأطراف أو من بعض رجال الأعمال أو من بعض المستثمرين في محاولة طلب استغلالها بأي صيغة من الصيغ. نأكد وأن الدولة لن تفرط في شبر واحد من جزيرة الغدام. واضح رسالة. المستير تعيش مصطفى كما كنا نحكيه على في مشكل تطهير تقريبا في كافة بلديات المنستير ومعتمدياتها. سيد الوالي، هل هنالك رؤية للإصلاح أو للحد من هذه المشاكل؟ لأنه المعتمديات كلها تقريبا تتشكى في المنستير منذ سنوات مش من تو من مشكل كبير في التطهير. ولاية المنستير برمتها فيها شبكة التطهير الأقدم في ولايات الجمهورية، الأقدم من حيث العمر بتاعها وأيضا الأكثر اهتراء من حيث الصيانة بتاعها. هذا علاش إذا عندنا مشكل في المنستير، تعرفوا المنستير قطب تنووي ما عندناش مشاكل اجتماعية، ما عندناش مشاكل كبيرة في مجال ربما البطالة والتشغيل إلى غير ذلك، رغم أنه في حاملي الشهادات العليا ثم النسب لكن مش مرتفعة على غيرها جهات أخرى، لكن على الأقل في يد العاملة المختصة أو يد العاملة الغير مختصة من غير حاملي الشهادات العليا تقريبا نسب البطالة الأدنى
الجمهورية التونسية هي في ولاية المنستير. إذا عنا مشكل حقيقي في ولاية المنستير هو المشكل البيئي ومشكل اهتراق شبكة التطهير ومشكل أيضا صرف بعض المياه المستعملة أو المياه الفضلات الصناعية إلى غير ذلك في بعض مجاري مياه الأمطار أو في بعض حتى مجاري المياه الأودي. هناك بعض تجاوزات وبعض الاعتداءات على الأودي. الوكالة الوطنية لحماية المحيط قاعدة تقوم بمجهود كبير وعدد المحاضر اللي تحرر ضد مصانع وضد صناعيين وضد التجاوزات في ولاية المنستير ما تحرر في حتى ولاية أخرى. أيضا الديوان الوطني للتطهير قاعد يقوم بمجهود استثنائي في مسألة التعهد الظرفي للشبكة. لكن الضروري اعتقادنا وهذا مجمع عليه المجلس الجهوي هو لابد من التفكير في مشروع ضخم يأخذ بعين الاعتبار تجديد الشبكة ولو على 4-5-6 سنوات لكن على أقصار تبدأ اعتماداته مرصودة ويقع تجديد الشبكة تقريبا برمتها تقريبا 70% من الشبكة أصبح غير صالح للعشرية القادمة على الأقل. اللي يقول أن التفكير هذا في مراحل متقدمة جدا وما نشمش نعلن شنو فما أما نهني به أهالي ولاية المنستير وأن هناك مشروع ضخم في مجال البيئة وفي مجال التطهير خصوصا في طريقه إليهم في الأيام القادمة إن شاء الله. باهي سيد الوالي كنا نحكيه عن المشاريع متاع التجديد والإصلاح هناك رأي يقول خاصة من أهالي المنستير والمدن والولايات المجاورة للمنستير أن المدن والولايات هذه تضرت برشا مما يسمى بالتمييز الإيجابي حتى في الميزانيات المرصودة لها كولايات الميزانيات المجالس الجهوية إلى آخره. معناها أنت بحكم خدمت في ولاية أخرى ربما تستفيد من القانون هذا وخدمت في ولاية المنستير هل ترى فاعلية القانون هذا أو القرار هذا والمقترح متاع التمييز الإيجابي؟ والله هو طبعا هو إحدى استحقاقات ثورة 14 جام في هذا لا شك فيه واليوم التمييز الإيجابي نص عليه الدستور لكن تطبيق هذا التمييز الإيجابي ربما فيه انعدام توازن خاصة وأنه يأخذ مؤشرات التنمية بالولاية ما يأخذش مؤشرات التنمية بالمعتمدين والحال وأنه داخل نفس الولاية هناك من الولايات الداخلية فيها معتمديات مؤشرات التنمية فيها أرفع بكثير من معتمديات داخل الولايات الساحلية. نحن ما ندعو إليه اليوم وأنه عملية التمييز الإيجابي وعملية توزيع الثروة لابد وأن تكون باعتبار مؤشرات التنمية بالمعتمديات. أنا ما نحبش نذكر أسامي أما اللي نأكده اللي هناك بعض المعتمديات من ولاية المنستير مؤشرات التنمية فيها أضعف من معتمديات في الولايات الداخلية تنتفع بالتمييز الإيجابي. وهذا اللي خلى السيد رئيس الحكومة السيد يوسف الشاهد في اجتماع كان في تونس العاصمة لدى توقيع ولاية الجمهورية على مشروع التنمية الجهوية المندمجة. في الكلمة بتاعه أذكر جيدا وأن السيد رئيس الحكومة قال أن التمييز الإيجابي لا يجب أن يكون عقابا للجهات الساحلية والجهات التي تمثل ثقل اقتصادي وثقل تنموي وهذا دليل على أنه السيد رئيس الحكومة والحكومة برمتها واعية تمام الوعي بضرورة تعديل مقاييس التمييز الإيجابي لكن هذا لا يحجب الأحقية بتاع الجهات الداخلية بهذا التمييز الإيجابي لكن شيء من التوازن في توجيه التمييز الإيجابي للمعتمديات مش للولايات يكون أكثر عدالة في اعتقاد به. المؤسسة التربوية سيد الوالي الناس حكيت مع هالعودة المدرسية جديدة بنية تحتية مهترئة كما كنا نحكيه العديد من المعاهد مصطفى حالتها كارثية كنا حكينا فيه الموضوع في حلقات سابقة هل هنالك إصلاحات بدأت ديجا في بعض المعاهد من ولاية المنستير لأنه كنا نحكيه على البنية التحتية متاع المعاهد والمؤسسات التربوية متاعنا لو نحكيه على ولاية كاملة مش على مدينة فحسب معناها البنية التحتية مهترئة في كافة ولاية المنستير كافة معتمديات ولاية المنستير شفنا حتى معهد في السنة الفارتة أو منذ سنة ونصف تقريبا ببني حسين تقريبا عمل شبه سقوط في بعض الأقسام منه معناها اختر حتى عتلان ده. أنا قلت في بداية الحوار في تعليقي على مسألة إيقاف الدروس قلت أنه من الأسباب اللي خلتنا نوقف الدروس هو أنه البنية التحتية للمؤسسات التربوية محترمة
هذا يعني أن هناك وعي من الدولة بضرورة القيام بالإصلاحات الضرورية. نحن انطلقوا عند انتهاء كل سنة دراسية في التحضير للسنة الدراسية القادمة، وقمنا بمجموعة من الإصلاحات شملت عدد من المؤسسات التربوية، فهي مؤسسات تربوية معناها بقات حتى الأسبوعين الأولين من بداية السنة الدراسية الجديدة، كيف البقالتة، كيف الوردانين إلى غير ذلك. لكن ما زال هناك مجهود كبير لابد من القيام به. اليوم أحصرنا حاجياتنا، نحب نشكر كل مكونات المجتمع المدني وكل الأولياء وكل المواطنين من أهالي ولاية المنستير اللي ضربوا المثل الحضاري في التعامل مع المؤسسة التربوية. واليوم عندنا مؤسسة تربوية وقع إعادة تهيئتها بالكامل وإعادة تجهيزها بالكامل بمجهود مجتمعي من منظمات المجتمع المدني ومن المواطنين. والدولة كي تلقى مواطنين متفاعلين بهذه الطريقة، الشيء هذا يزيد يشجع الدولة على المضي قدما في عملية الإصلاح وفي عملية التهيئة وفي عملية إعادة البناء لمؤسستنا التربوية. لأنه في تونس إذا كان عندنا ثروة خلها لنا زعيم بورقيبة، هو ثروة التعويل وتسليح العقول وليس تسليح السكنات وتسليح الوحدات. اليوم نحن المدرسة هذه هي عماد تونس وهي عماد أجيال تونس. نحن حددنا حاجياتنا، تقريبا حاجيات ولاية المنستير بحدود 80 مليون دينار لإصلاح ولتهيئة ولتعاهد ولتجهيز كل المؤسسات التربوية. إن شاء الله أيضا ابتداء من سنة 2019 ثم برنامج سيمتد على 5 سنوات لتهيئة كل المؤسسات التربوية. هناك خط تمويل خارجي قاعدة تتفاوض فيه وزارة شؤون وزارة التربية مع وزارة التربية والتعاون الدولي، وسيكون لولاية المنستير نصيب وافر منه. باهي، قبل ما نختموا بالمشكل الأخير مصطفى، عندكش نحب نسأل السيد الوالي، يعني لهنا استغل الفرصة. السيد الوالي الإنسان، نخرج شوية من السياسة ومن يعني من ولاية، وكيفاش السيد الوالي عيش حياته طبيعية من اللي يقوم هي غير طبيعية بطبيعة، خاطر أنت المسؤول الأول على ولاية المنستير. ولكن علاش نسألك السؤال هذا؟ الخطر لاحظوا للجريف يعني من 2011 لتوا ولاية المنستير كأغلب الولايات نتاع تونس الكل نعيش الجرافات الكل، والناس كل اللي تتغشش تمشي قدام الولاية، الجمعيات اللي تغش تمشي قدام الولاية، العاملات في المصانع في المؤسسات الخاصة والعمومية كل كلهم يتفاهموا قدام الولاية. أي مشكلة تصير تخص مدينة المنستير ولا تخص الولاية ككل نقاوم قدام الولاية. سؤالي يعني باختصار سيد الوالي، كيف تعيش يومك؟ مقابلة المواطنين والانكباب على مشاكل المواطنين ومشاكل الجهة، هذا واجب. وضعنا يدينا على القرآن المقدس وأقسمنا يمين وأن سنكون في خدمة المواطن وسنكون في مستوى انتظارات المواطن وسننكب على خدمة الصالح العام. نجتهد ما أمكن أن نكون في مستوى انتظارات المواطنين وفي مستوى تحسين ظروف عيشهم وفي مستوى خدمة الصالح العام وفي مستوى مقاومة الفساد وحماية المال العام من الذين يريدون أن يعبثون به. لكن الحقيقة اللي لقيته في ولاية المنستير هو أنه مهما كان المواطن يقبل على الولاية كما قلت في ظروف وفي غضب وفي حالة احتقان، وأحيانا تصير حتى عملية غلق طريق واحتجاجات في أحد المعتمديات، اللي لاحظت أنه أهالي ولاية المنستير على درجة عالية من التمدن والتحذر، بطريقة أنه بمجرد أنك تناقشه، بمجرد أنك تقنعه، بمجرد أنك تتفاوض معه، إلا ونلقاه التجاوب الضروري، وهذا الحقيقة يزيد يشجعنا على مزيد العمل. أيضا شرف كبير بصفة شخصية ينالني هو تعييني على رأس ولاية الزعيم الحبيب بورقيبة، ولاية هذية اللي هي مسقط رأس الزعيم الحبيب بورقيبة، باني عز تونس وصانع مجدها ومحرر المرأة فيها، وهذا شرف ما ينالوش أي مسؤول في الدولة. هذا يحملني مسؤولية مضاعفة في أن يكون في مستوى انتظارات المواطنين ويكون في مستوى ثقة القيادة اللي عينتني سيد رئيس الحكومة اللي حط ثقته فيا باش نكون على رأس ولاية كبيرة. وتعرفوا اللي بين ظفرين أنا أصغر والي تحملت المسؤولية في تاريخ هذه الولاية منذ تأسيسها،
ايضا هذا يزيد يضاعف المسؤوليه، لانه وقت يكون والي متقدم في السن عنده خبره طويله الى غير ذلك، ربما لا ينظر اليه في حاله وجود تقصير الى غير ذلك، كيف ينظر الى والي نسبيا يتسمى شاب في العمر. هذا علاش الحقيقه يحملنا مسؤوليه مضاعفه. املنا ان نكون الديدن نتاعنا هو اليمين اللي اديناه، املنا ان نكون في مستوى اليمين اللي اديناه، نكون في مستوى ثقه السيد رئيس الحكومه، وفي مستوى ثقه الحكومه في شخص متواضع، وخاصه في مستوى انتظارات مواطني ومواطنات ولايه المنستير خدمه للصالح العام. سيد والي، فما ملف صحي مهم جدا تحدثوا فيه تقريبا اطارات مستشفى الجامعي فاطمه بورقيبه بالمنستير في الاونه الاخيره، وكيف سمعوا بحضورك معنا اليوم اتصلوا بنا ثلاثه اساتذه جامعيين يقريوا في كليه الطب تقريبا، حبوا نوصلوا صوتهم. تعرف سيد والي الا تم عمليه زراعه الكبد في المنستير تقريبا الوحيده في شمال افريقيا، المركز الوحيد هنا، فما ست عمليات من سنة انطلاقا من سنة الفارطه، ست عمليات زرع كبد تعملوا في المنستير، فشلت منهم واحدة فقط، آخرها أولامس عملوا كيف كيف زرع كبد بالمنستير، وهنا نحكيو على زرع الكبد بالنسبة للأولاد الصغار اللي ما عندهمش شانس في سيرفي، مرضى بالأمراض الكبد عافانا وعافاكم الله، وما عندهمش شانس باش يعيشوا، هنا العملية هذي على شنو تقوم؟ تقوم على أنهم ياخذوا بورسيون من الفوا نتاع لوبير ولا لامير، البو ولا الأم نتاع الوليد الصغير، ويعيش حياته عادي طبيعية، وكل عندنا الكفاءات الكافية. في المستشفى الجامعي فاطمه بورقيبه بالمنستير عندنا عمليات نجحت، تعملت افكتيفمون ونجحت، وكانت حتى ميدياتيزي في وقت من الاوقات، الناس كل تكلمت على العمليه هذه ومنعت ارواح وعايشت معناها اطفال ما حرمتهمش من الحياه ومن امل الحياه. هنا يقولوا لي كونه فهنالك وعد من وزاره الصحه، وهنالك وعد حتى من الكنام في بالي باش ترجع لهم قرابه 400 الف دينار اللي تولى رجعت لهم، يحبوا هالبروجي هذايا يخدم معناها، وحتى قالوا كون وزارة الصحة وعدتهم في أواخر 2019 باش تصب لهم فلوس للبروجي هذا، لأنه يستحق معدات طبية سوفيستيكي، يستحق معدات طبية هامة وغالية نتصورها معناها، حتى دو بوان دو فيو فلوس غالية. هل هنالك سيد والي إمكانية لإعانة أو للوقوف إلى جانب هذا المشروع اللي من شأنه أنه ينقذ أرواح بشرية صغيرة؟ هو الحقيقة فريق طب الأطفال بقيادة الأستاذ الجامعي الدكتور عبد اللطيف النوري، الدكتور عبد اللطيف النوري الحقيقة هو مفخرة من مفاخر تونس، وما سجله هذا الفريق من نجاحات سجل على المستوى الدولي، تعرفوا لهذا الفريق حظي بكل التكريمات اللي موجودة في تونس، لكن التكريم الرمزي لا يكفي، لابد من العناية بهذا المشروع. تعرفوا اللي النجاحات هذه خلت المواطن التونسي اللي كان يعمل زرع كبد يتكلف له تقريبا في حدود 200 الى 250 الف دينار، ولا يعمله في تونس تقريبا ب 40 الف دينار على اقصى تقدير، وهذه بالطبيعه خدمه تتقدم للخدمه الصحيه وللمواطن التونسي في الخدمه الصحيه. كما قلت دكتور عبد السلام، السيد وزير الصحه في زيارته الاخيره لولايه المنستير التزم بضروره دعم هذا القسم، ونحن في متابعه لتجسيم هذه القرارات. بالنسبه لمساله الكنام والرومبورسمون تاع الكنام، تعرف ان الكنام العمليات اللي عملها رومبورسمون هي محدده بمقتضى القانون، لابد من تنقيح هذا القانون حتى تدرج عمليه زرع كبد، لانه وقت تعمل القانون تاع رومبورسمون تاع الكنام وقت فماش عمليه زرع كبد، هذا علاش ما نصش عليه، موجوده كانت في الخارج انذاك. اليوم تسمى مشروع لتنقيح القانون، نعتقد انه امر او قانون لتنقيح النص القانوني لمنظم لعمليه ارجاع المصاريف في عمليه زرع الكبد، هذا من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه هناك ميزانيه ستخصص، مازلنا ما تحددتش قيمتها، ستخصص لدعم هذا القسم، لدعم اولا التعاون الدولي والتعريف بالنجاحات هذه، لكن ايضا لدعم القسم لانه يستدعي العديد من التجهيزات والامكانيات للقيام باكثر عدد ممكن من هذه العمليات. ان شاء الله يعني في المستقبل القريب فما في 2019 اعتقد انه سيتحصل قسم طب الاطفال، ايضا هناك قرار يهم القسم هذا طالما انتظره سيقع الاعلان عليه في الايام القادمه، لكن من حيث الميزانيه والامكانيات سيخصص اعتماد استثنائي لهذا القسم من وزاره الصحه خلال سنه 2019. يعطيك الصحه سيد والي. نحب نلخص مجمل التعليقات
ساعة ثم توافق كبير من جميع المتابعين على الموضوع متاع اختناق الحركة المرورية. يعني الناس كل يعطيكم صحة كي جبتوا الموضوع هذا. أبرامو الموضوع مقلق متساكنين المنستير بشكل كبير برشا في الآونة الأخير. باهي فما عديد التعليقات الأخرى كلها تتمحور في رأي مصطفى موضوع بلدي يخص البلدية اللي هو موضوع الانتساب الفوضوي وموضوع التروتوارات وكل دونك موضوع يخص بلدية المنستير ولا يخص الولاية. كياس المنطقة فما كياس أبرامو مسكر بحذا المنطقة متاع الشرطة ولا المنطقة متاع الحرس. الناس كل تكتب اليوم كي عملنا لانونس حلو الكياس حلو الكياس ما عرفتش على اما كياس يحكي هذه يعني المنطقه اللي بحث المناسبه للسونات والمنطقه الثانيه اللي بحث التليكوم يعني فما تشكيات اللي المنطقه هذيك مسكره من ادم بارك يعني نحكي بالقديمة مستري تعرفها من ادم بارك حتيك للسونات مسكر هذيك المنطقه ولكن لهنا سالنا يعني في حلقات سابقه علاش الكياس هذاك تسكر يعني احنا لهنا البارح برك يعني سيد رئيس الجمهوريه اعطى الاذن يعني للطوارئ الارهاب مازال متواصل يعني نحكيوا لهنا بصفه قانونيه الارهاب مازال متواصل في المدن الكل المنطقه نتاع الشرطه صحيح يعني تنجم تكون تسهل كان احنا نحيو يعني بطبيعه منطقه الامن نحيو السياج هذاك ممكن تسهل العمليه الارهابيه. ثاني نقطه اللي بحث التليكوم علاش يعني تسالنا علاش حطوا السيارات هذوك لتعطيل يعني السبب بسيط لتعطيل لربما تعطيل المهربين وتعطيل الفارين من العداله اللي هما يستسهلوا الكياس هذاك كي لقاو البلوكاج لقاو السيارات مشدوده نجم يعطلهم. ثاني حاجه المنطقه هذيك بحذا الفلايز وثنية سقانس منطقة يعني خطيرة شوية أبارتير من 8 متاع الليل السيارات متاع الأمن لازم تكون ديما جاهزة باش أي عملية الأمن السريع والأمن العادي إن شاء الله ما نتجاوزش الثانية الأستاذ مش نديولو في كمستشار أمني معانا لأنه عنده حس أمني عالي أي فعلا الموضوع هو اللي تحكيو عليه بعد السوناد هو إقليم الأمن الوطني الحقيقة فعلا إقليم الأمن الوطني ذاك كان عرضة لتهديدات إرهابية مستغلين فيه المكان نتاعو اللي هو تعرفوا مقابلته الجردة والجردة هذيك تنجم تكون انها مكان لاختباء ارهابيين امنيا لابد من غلق الغلق كما قال لك بمقتضى قانون الطوارئ ان شاء الله كي ترفع قانون الطوارئ ربما نفكروا في اعادته مع تحسن الوضعية الامن واضح. يعطيك صحة سيد الوالي شكرا على الحضور شرفتنا وأضفت لنا الكثير للبرنامج تشجيعاتي لكم في هذه البادرة وتشجيعاتي لكل الفريق وتشجيعاتي لكل الشبان بولاية المنستير وبتونس وأنهم ينسجوا على منوالكم ونحن الدولة تدعم كل المبادرات الشبابية الخلاقة مثل هذه المبادرة يعيشك وتحية لكل الفريق اللي معنا البينيفول معناها متطوعين معنا وفي كل حلقة متواجدين كنكونوا وصلنا لختام الجزء الأول من حلقتنا اليوم نرجع بعد استراحة 5 أو 7 دقائق.